صراحة فأقول أنني أشعر بقلق شديد على مجتمعنا المصري وعلى أيامنا المقبلة، لا من حيث الإنتاج والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتعمير والأمن، كل هذا أعلم أن مصر بحضارتها وشعبها وتاريخها كفيلة بأن تصلح كل ما قد أصيب به المجتمع في هذه النواحي المادية، ولكن النواحي التي تقلقني وتجعل من واجبي أن أتحدث دائما عنها هو الشق المعنوي المتعلق بالسلوك بالقيم بالأخلاق، ضغوط خارجية تمارس علينا وتحاول أن تفتت هذا المجتمع وأن تضعف من وحدته وأن تضعف من تماسكه أيا كانت الأسباب. وتلك قضايا لابد أن المسؤولين يدرسونها ويقدمون العلاج لها، وأنا أثق أنهم معنيون جدا ويقدمون أقصى ما لديهم بالنسبة لها، وإنما المهم هو الجانب المعنوي الجانب الروحاني. فاتجهت إلى الأسهل وهو حديث الذكريات، إلا أن هذه السهولة يعيبها أنها تعطي اللقاء نوع من الطابع الشخصي للإنسان، مع السن يحاول أن يكرر الماضي فيستعيد الذكريات فيتكلم عن نفسه كثيرا، وهذا شيء غير محبب للمستمعين. ولكن في نفس الوقت تعرف أنها ذكريات ليس فقط هذه السهلة ومحبب لأصحاب أخرى للمجتمع، وأنا أتكلم ذلك أيضا مقارب عشان أنه مقارب وليس، لكن المقارب مهما كان